هاي للكل، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. انتو عم بتشوفوا هيدا الفيديو، انا اشتقت كتير 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 للمطبخ، وانتو ما اشتقتوا؟ ما اشتقتوا تفوتوا تعملوا اشياء طيبة؟ اليوم جبت لكم وصفة كتير طيبة وكتير بتنصح، بس اسمها برقص، اسمها ديسباسيتو. ايه اسمها ديسباسيتو، ما بعرف شو خطر لهم وسموها هالاسم. يلا نتابع سوا. نضيف فوق البيض كوب سكر وملعقة صغيرة من الفانيلا، طبعا فيكم تستعملوا السائل الفانيلا، ومنخفقهم كتير منيح ليتكاثف عنا المزيج ويصير عنا شوي عأبيض. منضيف 3/4 كوب من الحليب نص كوب من الزيت وكوب ونص من الطحين. مش بحاجة لخلاطة هلا أو خفاقة، بنخفقهم بإيدنا مع 3 ملاعق من الكاكاو. لازم ننخله مع البيكنج باودر، كتير مهمة مرحلة النخل، حتشوفوا ليش، لأنه هيدي الحبيبات كانت بقيت بالكيك وعملت شي مثل المبرغل البرغل. نخفقهم كتير منيح ومنحطهم بصينية على الفرن 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة. وهلأ بالوقت اللي بتكون الكيك بالفرن بدنا نحضر الكريمة. بدنا 3 كواب من الحليب، هيدي الكيك طيبة كتير إذا الشخص بحب الشوكولا، و3.5 ملاعق من الطحين. خبروني أنتو شو بتحبوا الكيك، و3 ملاعق كبار من الكاكاو، وملعقتين من النشا، كوب إلا ربع سكر، ملعقة صغيرة فانيلا. نخفقهم على البارد، بعدين بنحطهم على النار وبنخفقهم. مجرد ما يسخن بنحط 2 ملاعق كبار من الزبدة وبنخفقهم كتير منيح. شوي من بعد ما يبرد منزيد فوق منه 1/2 كوب من كريمة الخفق ومنخفقه كتير كتير. خبروني انتو بالكومنت تحت شو النكهات الكيك اللي بتفضلوها، عفانيلا عشوكولا. نحط الكريمة فوق الكيك ومنزينها بالطريقة اللي بدنا اياها. انتو كيف بتفضلوا تزينوها زينوها، انا حبيت حط عليها حبوب الشوكولا وبس. وصحة وميت هنا. ما تنسوا تعملوا اشتراك ولايك وكومنت. الفيديوهات الجاية حيكون في تحدي بيني وبين صبية كمان مبتدأ جديد، وحابين نعمل شي مشترك، بدنا نشوف مع مين بيزبط أكتر. إذا حابين تعرفوا وتشوفوا ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك ليوصلكم كل شي جديد. أنا إيمان بحبكم كتير كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.